بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزملاء الأعزاء في كل مكان، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى المحطة الأخيرة ليكتشر 3 اللي بتتكلم عن الجود. معاكم صيدلي عماد الدين فتحي، بي سي بي اس 2015، كلينيكال فارماسي دبلومة من صيدلة عين شمس 2010، بكالوريوس صيدلة الأزهر سنة 2000. وإن شاء الله تستمتعوا معانا بالمحاضرة، ومع محاضرة ظريفة لها علاقة بالواقع العملي المحيط بيك في الصيدلية وفي المستشفى وفي مجتمعك، قرايبك ومحيطين بيك، وإن شاء الله تستفيد منها علميا وعمليا، وتكون خفيفة وظريفة، وتستفيدوا منها إجابتها في أسئلة في الامتحان بتاع البورد. ونقول بسم الله. في البداية كالعادة دايما بنتكلم عن الجايد لاينز، والجايد لاينز هنا المرة دي المسؤول عنها او اللي اصدرها امريكان كولج اوف روماتولوجي، وطبعا احنا بنشرح من كتاب البورت اللي هو الابديتس 2018، نسخة 2018 فارماكو ثيرابي. وفي البداية دايما بناخد التعريف الديفينيشن، فهو الجوت عبارة عن، طبعا هو اسمه بالعربي مرض النقرس. الديفينيشن سبيكترم، عبارة عن سبيكترم مجموعة مع بعضها كده اوف كلينيكال باثولوجيكال فيتشرز كوزد باي، بتحصل بواسطه الايه، الهايبر يوريثيميا. هايبر يوريثيميا اللي هي ارتفاع اليوريك اسيد او السيرام يوريت كونسنتريشن مور ذان 6.827 مللي جرام بير ديسيليتر، يعني اليوريت او اليوريك اسيد في الدم بيرتفع من 6.8 لحد مور ذان 6.8 لحد 7، ده هيبقى اسمها هايبر يوريثيميا. ينتج عنها ايه عشان تكتمل المنظومه ويكتمل التعريف الجوت؟ يحصل عنها التيشو ديبوزيشن للمونو صوديوم يوريت مونو هيدريت كريستالز، يعني كريستال وفي اليوريت بتترسب فين؟ في الاكسترا سيريال فلويد اوف جوينتس، وبالتالي في الحاله دي يكون اسمه جوت. يعني هايبر يوريثيميا مصحوبه بايه؟ بترسيب للاملاح في المفاصل. هايبر يوريثيميا لوحدها مش جوت، تمام؟ فالاثنين مع بعض خلاص. طبعا بالنسبه لامريكا بيقول لك ان ده كومن روماتيك ديزيز، عشان كده الوضع الجايد لاينز بتاعته اللي هي الامريكان كولج اوف روماتولوجي، وده من ضمن التخصص الروماتولوجي، والبريفالنس تبعه اللي هو 3.9، يعني في امريكا اكتر من 8 مليون واحد. طيب خلصنا الديفينيشن، ناخد الدياجنوزس. الدياجنوزس تيبيكالي انك تشوف الايه الابيسودز على المريض، وبتظهر في صوره الايه، بيظهر في 4 اشكال، اللي هو جوت انت بتشوفه في 4 اشكال على المريض. اما ان الحاله تكون اكيوت ابيسوديك ارثرايتس، يعني الم في المفاصل شديد جدا واحمرار وتوهج، ده حاله اكيوت، او حاله كرونيك خلاص يعني مستمر معاه برولونجد هايبر يوريثيميا، هايبر يوريثيميا مرتفع من زمان وطول فحاله اصبحت كرونيك، او انك تشوفها على صوره توفاي. توفاي يعني زي حصوات كده، تشوفها بان في الاشعه او تشوفها بالفيزيكال اكزامينيشن. توفاي هتشوفها، تمام. حصوات طبعا بتتكون من الايه، بتشوفها مثلا فوق العظم، فوق مثلا الاذن، يعني المهم ديت ارتفاع، يعني الطفاي حصوات مرتفعه من الايه، صوره من صور الجوت. والصوره الاخيره ان انا يحصل حصوات يوروليثيزس. يوروليثيزس ان هي رينال مانيفستيشن، ان يعني فعلا الاملاح اليوريك اسيد تترسب في الكلى وتعمل لي حصوات. طيب الاكيوت جوتي اتاك شكلها ازاي؟ الاكيوت جوتي اتاك بتكون سيفير بين ريدنس وسويلنج، خلاص ممكن تستمر بقى من 12 ل 24 ساعه، ممكن الماكسيمم سيفيريتي، وممكن تستمر عده ايام او اسابيع. طيب برضو في الغالب فين بتكون؟ فين؟ في اللور اكستريميتيز ان سنجل جوينت، في الغالب بتكون في الاطراف السفليه، وفي الغالب بتكون في جوينت واحد يعني. واغلب واحد كمان اللي هو اسمه الميتا تارسو فالنجيال جوينت، او اني الميتا تارسو فالنجيال جوينت اللي هو صباع القدم الكبير يعني. طيب ممكن تحصل طبعا في الابر اكستريميتيز، وممكن تحصل في اكتر من جوينت، وحالات كتيره يعني. هو بيقول لك الغالب ايه. طيب لو انت عايز تعمل دايجنوزس، لو انت عايز تعمل دايجنوزس ديفينيتيف دايجنوزس، يبقى انت ايه، تعمل تشوف اليوريتس كريستال ديت، تشوفها تحت الميكروسكوب، ده الحل. الحل ازاي هتعملها؟ ازاي هتعمل يعني اسبيريشن فلويد اسبيريتد اثناء الفلير، وتسحب وتشوف. طبعا ديت ديفيكالت وسيفير بين، واصلا المريض هيرفض ان انت تسحب منه عينه في الوقت، لان هو مش طايق يعني رجله، او مش طايق المكان اللي هو فيه المشكله دوت، فانت كمان هتدخل ابره وتسحب منه، فانت بتعتمد على الايه، الكلينيكال داتا. بندردش مع بعض كده سلايد باي سلايد على يعني معلومات ظريفه عاديه خالص يعني.
اول ما تيجي المعلومات اللي تخص الاختبارات او اللي تحتاج تركيز هنشاور عليها باذن الله. طيب احنا قلنا ايه اهم حاجه؟ برزنتيشن. عايز تعمل دايجنوزس، فانت ايه، لا انت افضل حاجه انك تشوف انكريز اللوريك اسيد، عملت تحليل فلقيت اللوريك اسيد مرتفع وشفت الكلينيكال بيكتشر او شفت الحاله على المريض واضحه قدامك كده، ومع ذلك حتى لو الهايبروجلايسيميا ده كمان ممكن ما يطلعش معايا في التحليل ساعه الفيلير، لازم استنى من اسبوعين بعد الفيلير ما تنتهي، ها افتر فيلير لازم استنى اسبوعين عشان البيست تايم تو تشيك اليوريك اسيد كمان يعني. طيب معلومه ثقافيه للمريض هتثقف بيها مريضك، انك تقول له في اكلات معينه، هو دايما يسالك ايه الاكلات اللي ابعد عنها، فانت بتقول له الاكلات ديت تبعد عنها او حاجات معينه تبعد عنها، اللي هي بري ديسبوزنج فاكتور دايتري اللي هي الهاي ميت اند سي فود كونسامبشن، الفاتي فود، دايتري اوفر اندوليجنس يعني بياكل كتير شراهه يعني، هاي انتاك البير والسبيريت نوت واين بالنسبه للرجال، شوجر سويتين درينكس، المهم المشروبات المحلاه بالسكروز يعني ديت بتساعد الايه على ان المرض يحصل يعني او التفاقم الحال. طيب في ادويه مثلا زي الزيتين اوكسيديز انهيبيتور، الغريب بقى ان هو ده من اصلا من اللاين بتاع العلاج، فكمان بيحاول يعني الطريقه اللي احنا بنستخدمها عشان نحاول نعالج بيها بتساعد ال بريديسبوزنج فاكتور كمان للايه، لان الجوت يحصل يعني، والليكورزيرك ايجنت كمان خاصه في الانيشيال ثيرابي. طيب والسيازايد واللوب دايروتيك والنياسين والاسبرين لو دوز اسبرين وكلام زي كده. في امراض ميديكال كونديشن اوبيزيتي ودايابيتس وهايبر تنشن وديسليبيديميا وميتابوليك سيندروم كونجس فارت فيلير اورجان ترانسبلانتيشن وهكذا. طيب من اول هنا الكلاسيفيكيشن هنبدا نخش في الايه، في يعني كلام شبه مهم. الجاوت 3 ستيجز، يا اما اكيوت اكيوت جاوتي ارثرايتس، يا اما انتر كريتيكال ودي حاله الانترفال بتوين الاتاكس، او الاخيره اللي هي كرونيك كرونيك ريكارنت. طيب في حاجه كمان معانا اسمها سيفيريتي اوف كرونيك توفاشيس جاوتي ارثوباسي سي تي جي، قال لك ممكن تكون مايلد او مودريت او سيفير. مايلد لو في 1 جوينت، مودريت لو في 2 جوينت 2 تو 4 جوينت، سيفير لو اكتر من 4 جوينت. طيب وبعدين قال لك في عندك سايز اوف جوينت، في اوف جوينتس، في لارج جوينتس، في ميديوم جوينت، في سمول جوينتس، عديها. المعلومه دي مهمه. المينيمم يوريت اللي هو الاي لتر اي تريتمنت جولز، المينيمم يوريت السيرم يوريت تارجت انا عايز اوصل له ليس عموما كده ليس ذان 6 من 10 مللي جرام بير دي سيليتر. طيب لكن في حالات احتاجها يبقى اقل من 5، زي ايه؟ زي اللي هي الامبروف السيمتومز، او لو في توفاي يعني هو دلوقتي انا نزلت عن الستة لكن لسه السيمتومز موجوده، فاهم؟ الساين والسيمتومز لسه موجودين، فعايز انا اعمل ايه؟ عايز احسن زياده، فاخلي التارجت بالنسبه لي 5 خلاص. التارجت عموما 6، وفي حالات اللي هي ان التوفاي او الساين والسيمتومز عايز احسنهم تكون 5 او اقل. طيب الجولز كمان بالنسبه لي في تريتمنت جولز ان انا ديكريز الفريكونسي اوف اكيوت جوتي اتاك. طيب نون فارماكولوجيكال ثيرابي، دي كمان من الثقافه اللي انت بتعلمها للمريض، بتقول له لايف ستايل، انت تبدا ايه تاخد النصايح دي، ويت لوس لو انت اوبيز، الهيلثي اوفر اول دايت يعني خلي وجباتك غذائيه سليمه، اكسرسايز، رياضه، سموكينج سيزيشن، بروبر هيدريشن، تمام. طيب في ايه الاكلات اللي اكلها والاكلات اللي ابعد عنها وكام؟ فنقول لك ثلاث انواع، في افويد، في ليميتد، في فود درينك انكرج يعني اشجعك انك تاخدها زي الخضروات واللو فات وزي كده. طيب الحاجات الممنوعه زي الاورجان ميت اللي هي الليفر والكيدني، ولانها هاي بالبيورينز والهاي فركتوز سيرب والالكولز. الحاجات المتوسطه اللي هي زي البيف لامب والبورك والسي فود، ويعني ما علينا عشان نخش بس في الكلام اللي يخص الكلام اللي هو يخصنا يعني في دراسه البورد وكده. فارماكولوجيكال تريتمنت فايبر هايبر يوريثيميا، الهايبر يوريثيميا معلش السلايد ديت تقريبا جمع الايه الكلام اللي هنتكلم فيه مفروض بعد كده، يعني احنا دلوقتي عايزين نعالج الجوت، فالجوت عباره عن زي ما انت قلت ان هو ايه هايبر يوريثيميا. طب انا استعمل حاجه تعمل يوريت لورنج ثيرابي، خلاص يوريت لورنج ثيرابي يبقى ده العلاج الاساسي. طب في حاجه كمان معايا؟ ايوه طبعا محتاج انتي انفلاماتوري بروفلاكسز لان في بين وريدنس ووتنس وكلام زي كده، يبقى انا بمشي في تو لاينز متوازيين، يوريت لورنج ثيرابي وانتي انفلاماتوري بروفيلاكسز.
طيب اليوريت لونج ثيرابي كام كلاس؟ 3 كلاس، 3 كلاسز. فيرست واحد، فيرست 1 اللي هو فيرست كلاس، فيرست لاين اللي هو الزنسين اوكسيديز. ده بالنسبه لي فيرست لاين يوريت لورنج ثيرابي. زنسين اوكسيديز انهبيتورز اللي هي الالبيرينول والفيبوكسستات. طيب و نمبر 2 في الكلاسز يروكوزوريك اللي هي بروبانسيد فيرست لاين بالنسبه لليوكوزوريك، واللوزارتان والفينوفيبريت اوف ليبل وسكند لاين. طيب الكلاس رقم 3 من اليوريت لورنج ثيرابي حاجه اسمها بيكلوتوكيز، نوت ريكومندد اس فيرست لاين وفي نوت فور اني كيسز يعني. بس تجميع كده والتفصيل جاي بعدين. طيب السلايد ده مجمع مربط الامور كلها مع بعضها. طيب الانتي انفلاماتوري بروفلاكسز، اول حاجه دراج تشويس او فيرست لاين اللي هو الاورال لو دوز كولشيسين. خلاص كولشيسين جوت يعني كولشيسين. تاني حاجه اللو دوز نان ستيرويد انتي انفلاماتوري، النان ستيرويد انتي انفلاماتوري. واخر حاجه اورال كورتيكوستيرويد. خلاص الخلاصه دي نبدا ناخدهم بالتفصيل كده واحد واحد. طيب انت الان بتتكلم عن فارماكولوجيكال تريتمنت اوف هايبرريسيما. اول بوينت بيقول لك عليها في الكتاب بيقول لك ديسكونتينيو نان اسينشال ميديكيشن ذات كوز هايبرريسيما. طيب تقدر تستغنى عنه واستغنى عنه. طيب indications for uric lowering therapy، امتى استعمل uric lowering therapy؟ معايا كريتيريا معينه. اول حاجه التوفاي، لو التوفاي موجوده في الكلينيكال او في الاشعه يبقى ايه ده من ضمن الكريتيريا. تاني حاجه ان يكون عندي 2 اور مور، اثنين او اكتر من الايه acute gouty attack per years، او يكون عندي chronic kidney disease stage 2 or worse وباست urolithiasis. لو عندي حاجه من الكريتيريا الاربعه دول يبقى ده يعني انديكيشن ان انا استخدم اليوريت لورنج ثيرابي. طيب ماشي. اليوريت لورنج ثيرابي انا هستخدمها اعمل انيشيشن اثناء الاتاك، واخد بالك، مع الايه كونكاميتنت مع الانتي انفلاماتوري ثيرابي. خلاص معلومه مهمه جدا وهتتكرر بعد شويه لاهميتها يعني. يعني انا امشي في الخطين متوازيين كونكاميتنت تمام مع بعض ماشي. طيب نرجع ناخد بالتفصيل بقى الفيرست لاين اللي هو اليوريت لورنج ثيرابي. احنا قلنا ليه الزنسين اوكسيديز، قلنا هم نوعين البيرونول وفي بوكس ستان. طيب هي ده الفيرست لاين وده الاولويه ان انا ابدا بيه، ليه البريورتي بالنسبه لي. طيب امتى اروح للايه للبدائل؟ اروح البدائل لو هي انتولرنت او في ريفراكتوري يعني ما حصلش استجابه تمام. طب ايه بقى البديل؟ البديل اللي هي لاين 2 اللي هو يوروكوزورك. يوروكوزورك ده الفيرست لاين الالترنيت في الفيرست لاين. طيب هو برضه نوعين، نوع منه فيرست لاين هو البروبانسيت والنوع الثاني اللي هو الايه فينوفيبريت واللوزرتان. طيب امتى استخدمه؟ استخدمه زي ما قلنا كده لو هو زنسيل اوكسيديز كونتر انديكيتد او نوت توليريتد. طيب طيب كويس، لكن امتى بقى ما استخدموش؟ ما استخدمش اليوروزوريك، يعني اليوروزوريك ده هو البديل لل للزنسين اوكسيديز. لكن لو عندي بقى هيستوري اوف يوروليسيز، اصلا عندي يعني هيستوري من الحصوات موجوده او كريتين كليرانس اقل من 50، في الحاله دي اساسا كونترا انديكيتد، كونترا انديكيتد تو يوز، واخد بالك. وحاجه كمان اللي هو الايه يورينري، لو انا لقيت انكريز في اليورينري يوريك اسيد يعني في تحليل البول كده لقيت يوريك اسيد نازل كتير في تحليل البول، ده مع علامه على ان في يوريك اسيد اوفر برودكشن، كمان كونترا انديكيتد ان انا استخدم اليوروكوزوريك. طب ليه اليوروكوزوريك؟ اليوروكوزوريك دي عباره عن ايه؟ احنا دلوقتي عايزين نعالج الهايبر يوريسيميا، فنعالج بطريقتين، ان احنا نوقف السايكل اللي ماشي عشان البيورينز وفي الاخر تحول اللي هي تتكون املاح اليوريت يعني، فعشان اوقف الخطوه ديت فبوقف الانزيم اللي هو زنسين اوكسيديز، بوقف البرودكشن يعني او خط التصنيع. طيب دي خطوه. اول خطوه الثانيه هو اتكون، فانا بحاول اتخلص منه عن طريق الكلى يروكوزوريك، ان انا اخلي الكلى تبدا تتخلص منه. طبعا لو الكلى تعبانه يبقى انا كده بضر الكلى انها تتخلص من اليوريك اسيد وهي تعبانه، فكده اليوري لما تكون الكرياتين كليرانس اقل من 50 ما ينفعش استخدمه معايا كده. طب لو هي اصلا بيتكون فيها حصوات، هي اساسا فيها حصوات ناقصه كمان تزود على الحصوات، يبقى انت تبعد عن الايه يعني اليوريكوزوريك في الحالتين دول. طب لو انت عملت تحليل بول وليت اصلا اليوريك اسيد بيزيد كمان في البول، لا ده انت تبعد عنها خالص تمام. طيب هو بيقول لك الانيشيت انيشيت الانتي انفلاماتوري بروفلاكسز كونكامتنتلي مع الايه، حتى ممكن قبل ما تبدا اليوريت لورنج ثيرابي. ليه بقى؟ لان لو بدات باليوريت لورنج ثيرابي لوحده زي ما قلنا هيزود الفيلير
وممكن يخلي المريض يعني نوت ادهيرنس، ويخليه ما يعني ما يكملش العلاج. فانت طبعا بتعلم المريض وبتقول له معلش في الاول هتتعب شويه بس تتحملهم عشان العلاج هيبدا يجيب نتيجه، وتستعمل الايه الانتي انفلاماتوري عشان يسكن له الالم ويقدر يتحمل ويمشي يعني. طيب هما قال لنا الانتي انفلاماتوري بروفلاكسس في الاكيوت جاوت، في الاكيوت جاوت ثلاث انواع. قال لك الفيرست اوف تشويس وفيرست اوبشن اورال اورال لو دوز كولشيسين، ده الفيرست اوبشن خلاص. والسكند برضو كمان يعتبر فيرست لاين برضو، اللي هو النون ستيرويد انتي انفلاماتوري لو دوز، كويس جدا. طيب وطبعا عشان مشاكله اللي هو البيبتيك السر وزي كده ادي معاه بروتين بامب انهبيتور. طيب اخر حاجه اللي هو الاورال كورتيكوستيرويد، ده يعني اقل منهم في الايه في البريوريتي يعني، الاولويه الكولشيسين ويوازي النون ستيرويدال، واخر حاجه الايه الاورال كورتيكوستيرويد. طيب امتى استخدمه؟ يعني لو مش قادر استعمل الكولشيسين او النون ستيرويدال كونترا انديكيتد او نوت توليريتد او ان افكتيف، ابدا استعمل الايه الاورال كورتيكوستيرويد. طيب هو بيقول لك يعني اعمل ريسك بينفيت ريشيو واعمل ري ايفالويشن وشوف كده، يعني ما تفتحش الموضوع يفضل مستمر استعمال اورال كورتيكوستيرويد فتره طويله يعني. طيب السلايد ديت مهمه وموضوع اسئله في الاختبار. بيقول لك انيشيت انتي انفلاماتوري بروفلاكسيس فور اكيوت جاوت لمده قد ايه؟ امتى؟ تمام؟ فتره قد ايه تفضل فتره مستعمله؟ قال لك ثلاث خيارات او ثلاث ايه؟ مدارس. المدرسه الاولى بتقول لك ان انت تستمر 6 شهور، 6 شهور من الاول للاخر يعني من يوم بدايه العلاج لحد النهارده، لحد 6 شهور وتوقف، مالوش دعوه بقى انت حللت التحليل وصلت التارجت ما وصلتش، هو 6 شهور وخلاص. طيب الرأي التاني بيقول لك انا عايزك تستعمله على الاقل 3 شهور بعد ما توصل للتارجت سيرام يوريت اللي انت عايزه، سواء كان 5 او ايه او 6 يعني حسب الحاله اللي معاك فيها، معاك طفاي معاك سيمتومز زي كده. المهم لما توصل للتارجت لازم 3 شهور تستعمله بعد ما تحقق التارجت. طيب وده اصح الاراء يعني. الرأي الثالث والاخير اللي هو 6 شهور بعد تحقيق التارجت، واخد بالك 6 شهور بعد تحقيق التارجت لو في طوفاي، لو مفيش طوفاي يبقى كفايه 3 شهور. طيب النقطه اللي بعد كده الانتي انفلاماتوري بروفلاكسيس، بيقول لك طول ما في يعني انديكيشن ليها خليك مستمر عليها. ايه الانديكيشن بقى؟ ان في طوفاي، في ريسنت جوتي اتاك، في كرونيك جوتي ارثرايتس، الحاجات ديت دواعي او انديكيشن ان انت تفضل مستمر على الانتي انفلاماتوري بروفلاكسيس. طيب دي نقطة مهمة وبيعيدها تاني، بيقول لك check serum urate every 2 to 5 weeks after goals is achieved. خلاص؟ لمدة قد إيه؟ continue monitoring of every 6 months. طيب يعني المريض بيتابعك في العيادة فبتقول له كل شهر جيلي تحلل مرة وأشوفك، كل شهر جيلي أعمل تحليل وأشوف التحليل لمدة 6 شهور، تفضل عامل له متابعة لمدة 6 شهور، يحلل من 2 أسبوع ل5 أسابيع كل مرة، يعني متوسطة نقول كل شهر، كل شهر يجي لك يحلل مرة. طيب أنت لقيت إيه بقى؟ لقيت السيرام يوريت جولز نوت أتشيفد. كل مرة التحليل ما ظبطش في مثلا في المرات الأولى، تبدأ ترفع له العلاج اللي أنت وصفه له اللي هو التيتريت سنجل ايجنت زنسين اوكسيديز تو ماكسيمم ابروبريت دوز. انت يعني مثلا هنقول مثلا وصفت له الليبيرونول، تبدا تزود فوق ال 300 في اليوم حتى لو ورينا الامبيرمنت، عشان ايه؟ عشان يعني تحقق التارجت، لان انت دلوقتي عملت تحلل والتارجت ما وصلتلوش، تبدا ترفع تعمل تتريش، ولازم تدريجي. ليه بقى؟ لان بيحصل منه يعني توكسيسيتي راش وانكريز الليفر، ليفر فانكشن تمام بارامترز، فالحاجات دي تتابعها مع المريض. لو انت بقى يعني حصل حاجات زي كده تبدا تشوف بديل للايه للزنسين اللي هو الزنسين اوكسيديز. طيب وصلت قلنا انك عملت تيتريشن للسنجل ايجنت لحد ما وصلت الماكسيم ابرويد دوز. طيب وبعدين ما هو لسه السيرام نوت اتشيف اللي هو التارجت، يبقى ابدا اشوف الايه يروكي زورك البروبانسيت او اللوزرتان او الفينوفايبريد. خلاص ابدا ايه اضيفهم معايا يعني بلس، هبدا ايه اعمل بلس اضيفه، طالما ان الـ يعني الجول اوف سيرام يوريت ستيل نوت اتشيف اعمل اد. خلاص طيب كمان نوت اتشيف كمان للمره الثانيه، يعني دوايين دلوقتي ونوت اتشيف كده، هبدا اضيف الدواء الثالث. بس استنى قبل ما اضيف الدواء الثالث، مش كده مش حد 3 ادويه، لا هدي الزنسين اوكسيديز
بلس يوريكوزوريك، يعني واحد من الجروب ده وواحد من الجروب ده وكمان بيكلوتوكيز، لا 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 لازم توقف كل الادويه اللي قبلها، واخد بالك؟ انت اساسا استعملت الاثنين ومش جايب نتيجه، نقطه شيفت السيروم، فوقفها خالص وبعدين دخل بيكلوتوكيز لوحده. دخل البيكلوتوكيز لوحده ماشي، وده نوت ريكومندد فور فيرست لاين، ومش اي كيس ده، السيفير كيسز اللي هي مش ما استجابتش لاي حاجه خالص، ومع ذلك كمان ما تستعملوش مع ادويه تانية، لازم لوحده. طيب هو بيتكلم عن نقطه مهمه جدا دي، يعني في البورد هو الحاجات اللي بتعمل الهايبر سنسيتيفيتي سندروم، هو بيحب الاسئله دي، فانت تجمعها وتحط منها كمان الالوبيرينول، بيعمل راش الوبيرينول هايبر سنسيتيفيتي سندروم اي اتش اس، خلاص. طيب ريسك اوف موربيديتي اند هوسبيتاليزيشن عالي، المورتاليتي ريت كمان عالي من 20 ل 25%، المانيفستيشن شبه ستيفن جونسون سندروم، توكسيك ابيديرمال نيكروليسيس، يعني ايزينوفيليا راش، المهم ان يعني الشاهد ان هو ايه، تعرف ان السندروم ان هو مرض، ان هو حاجه خطيره اللي هو الايه الوبيرينول، ودي معلومه من ضمن المعلومات المهمه القلائل اللي معانا النهارده. طيب بعد كده بينقلنا على التريتمنت اوف اكيوت جوتي، بيتكلم على تيبل بيقول سيفيريتي ديوريشن اكستنت اوف اكيوت جوتي، سيفيريتي مايلد مودريت سيفير ايرلي ديوريشن، هي هتفيدنا بس في حكايه اللي هو الايه، لما يقول لك في اول 12 ساعه افتر اونست ده يعتبر ايرلي بالنسبه لفتره العلاج، من 12 ل 36 يبقى كده ممتاز ويل استابليشد، لو اكتر من كده هيبقى ليت، يبقى انت كده اتاخرت. تمام، سمول جوينت وتو جوينت وتو لارج جوينت، عديها يعني هتيجي معانا في التفاصيل بعد شويه. طيب الاسيس سيفيريتي اللي هو تيبل 14 بيتكلم على ايه؟ بيتكلم ان انت لو لازم تبدا العلاج في اول 24 ساعه يبقى انت كده كويس جدا. هتستعمل ايه؟ هتستعمل الكولشيسين، الكولشيسين مفيد جدا في اول 36 ساعه، لو عدوا 36 ساعه يبقى انت كده ليت، ملوش فايده. ليه بقى؟ هو طبعا انتي انفلاماتوري، وفي نفس الوقت بيمنع اللي هو ديبوزيشن للفوريت في الفلويد يعني. طيب فممتاز في اول 36 ساعه خلاص. طيب بيقول لك انت ايه، هتستمر على اليوريت لورنج ثيرابي، تمام، هتكمله عادي، وهتعمل بيقول لك لو انت عندك مايلد اور مودريت بين، على حسب البين، وافكتد وان اور سمول جوينت، يعني حاجات صغيره كده، في الحاله دي انت محتاج منه ثيرابي بس، يعني محتاج نان ستيرويدال او اورال كورتيكوستيرويد او كولشيسين، الثلاثه متساويين ومتعادلين، وممكن كمان تستعمل سبلمنتال اللي هو التوبيكال ايس ادجنكتيف ثيرابي از نيدد، يعني عند الحاجه. خلاص كده. طيب هو بيقول لك طبعا مفيش واحد افضليه عن التاني، لكن لو انت معاك لارج جوينتس 1 اور 2 لارج جوينتس، خلي بالك دي موضوع اسئله في الاختبار، يبقى في الحاله دي اقدر استخدم الانترا ارتكيولار كورتيكوستيرويد، يعني اقدر امتى استخدم الانجكشن من الكورتيكوستيرويد في حاله ان انا يكون الجو ده موجود في 1 اور 2 لارج جوينتس على الاكثر، 1 اور 2 ولارج، في الحاله دي ادي الحقنه، وممكن بعد كده فولود بالايه اورال كورتيكوستيرويد واكمل بالعلاج عادي. طيب بيتكلم على نقطه الايه، اللي انت لما تاخد الكولشيسين مع البي جلايكوبروتين، بي جلايكوبروتين انهبيتورز او السيتوكروم بي 53A3A4 انهبيتورز، ده كونتر انديكيتد في الرينال امبيرمنت او الهيباتيك امبيرمنت، لان بيحصل منه فيتال توكسيسيتي، خلاص يعني ما ينفعش تستعمل الدوايين مع بعض كونكامتنت اليوز اوف كولشيسين مع اي واحد من العيله اللي هم بيعملوا الحاجات دي، لو في امبيرمنت في الرينال او في الهيباتيك، لو ما فيش هما كويسين يعني سلام، وهتستعمل الاثنين مع بعض يبقى تعمل ريدكشن للدوز، ريديوس للدوز. طيب هو بيتكلم في نقطه كمان مهمه، بيقول لك ان لو البيشنت خد اكيوت جوتي اتاك تريتمنت، خد جوره التريتمنت في الاسبوعين اللي فاتوا، ما ينفعش ياخده دلوقتي، انت لازم تدور لك على بديل، لان خلاص مش هينفع تستعمله لحاله هو لسه واخدها من اسبوعين ماشي. طيب
يعني لو اتكررت عليه الحاله في خلال اسبوعين وكان لسه واخد العلاج من اسبوعين فمش هينفع ياخده تاني، خلاص يدور على الالترنيتيف يعني. طيب لو الكولشيسين قال لك انت ايه اللي هي الهيباتيك امبيرمنت وكلام زي كده احنا قلناها ماشي، السلكوكسيب ولا خيار كويس جدا رغم ان هو يعني لو انت مش قادر تستعمل نان ستيرويدال فبالنسبه للالسر وكلام زي كده فممكن تستعمل الايه السلكوكسيب اوبشن ضيفه معاك يعني. وفي حاجه كمان الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون من 40 ل 20 انترناشونال يونت كمان انت تستعملها تحت الجلد لو انت مش قادر تستعمل الادويه بالماوث يعني بالماوس. طيب اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. دلوقتي احنا برضو ما زلنا يعني جايب لك نقط كده وعمال يتفرع منها بيديك معلومات، خلاص معلومات علميا انت هتستفيد منها وهتفيد بيها مريضك لو بيراجعك او كلام زي كده، لكن بقول لحضرتك في الاختبار هشاور لك على الحاجات. فانت بقول لك عندك سيفير بين او بولي ارتكولار اتاك او مالتيبل لارج جوينت ار افكتد، اعمل ايه؟ يو من البدايه كده انيشال كومبينيشن. الانيشال كومبينيشن ده عباره عن ايه؟ يا اما استخدم الفول دوز من نوعين يا اما استخدم الفول دوز من واحد والتاني بروفلاكتيك دوز. زي ايه؟ زي كولشيسين بلس نان ستيرويدال، اورال كورتيكوستيرويد بلس كولشيسين كولشيسين او انتر ارتكولار ستيرويدز تمام. بس بيقول لك اما لو هتعمل الكومبينيشن ده ما بين الاورال كورتيكوستيرويد والنان ستيرويدال في الحاله دي هيكون سنرجستك جي اي تي توكسيستي، هيكون خطر جدا يعني تمام. استمر على الاكيوت تريتمنت لحد ما الايه الاتاك هاد ريزولفد. طيب 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 هو السلايد ديت فيها معلومه بس اللي هو بيقول لك في حاجات معانا بيولوجيكال ايجنت ادويه جديده انترليوكين 1 انهبيتورز الاناكينارا والكاناكينوماب وانفستيجيشنال تعتبر انفستيجيشنال دراج وتحت الدراسه ويعني بس معلومه كده معلومات اضافيه انت بتستفيد بيها. بعد كده دخلك في الجداول بقى، الجداول هو بيقول لك الميديكيشن دوزنج جوت. هتلاقي هنا مكتوب شوف هنا كده بالسهم ماشي اكيوت جوتي اتاك تريتمنت، يبقى هو بيتكلم على اكيوت جوتي اتاك. بعد شويه هتلاقيه بيتكلم على البروفيلاكسز. مطلوب من حضرتك تحفظ الجرعات الكولشيسين في التريتمنت والبروفيلاكسز. في التريتمنت كام؟ 1.2 مللي جرام لودنج دوز، بعدين نص مللي جرام بعد ساعه. لودنج دوز دلوقتي حالا انيشال دوز تاخد 1.2 يعني قرصين، وبعدين قرص تاني بعد ساعه، خلاص؟ وبعد كده الجرعه العاديه هيبقى حبه مره او مرتين في اليوم لحد ما الاتاك ريزولفز، خلاص كده؟ الجرعه دي تحفظها. ماشي. بعد كده بقى هو يقول لك الكرياتينين كليرنس تعمل ريديوس ولا لا؟ لو قال لك من 30 ل 80 مش محتاج، انت بس اعمل مونيتور لادفيرس افكت. اقل من 30 اعمل كمان مش محتاج دوز ادجستمنت. ولو دياليسيز استعمل نص الجرعه. ويعني ما عليك، المطلوب منها حفظها كده اول دي اول معلومه دي، خلاص؟ طيب هنا عاد الجمله اللي قالها لك هناك تاني، قال لك تستعملها مع الكولشيسين مع البي جلايكوبروتين انهبيتورز ومش عارف ايه، نفس الكلام بيقوله تاني. خلاص عرفت المعلومه ديت. ان المعلومه اللي بعدها النابروكسين النان ستيرويدال معاك ثلاثه ابروف من الاف دي اي، النابروكسين والاندوميسازين والايه والسولنداك. ممكن استعمل اي حاجه تاني بس دول الابروف. عايزك بس تحفظ الجرعات ديت، ان انت هتعمل انيشيالي كده تدي له لو هو مثلا 250 تدي له ثلاث حبات اللي هم انيشيال دوز، خلاص؟ بعد كده 250 كل 8 ساعات في اليوم، خلاص يبقى دي التريتمنت. انا بتكلم على التريتمنت. او الاندوميسازين 50 صح؟ طيب ادي له 50 ثلاث مرات في اليوم ماشي. بعد كده ايه؟ بعد ما يحصل ريزولف ابدا اقلل في الجرعه ادي له 25، والسلونداك 200 مرتين في اليوم. طبعا هو بيقول لك ايه؟ يوز انتي انفلاماتوري اور انالجيسك دوز نان ستيرويدال سيم بين انتي انفلاماتوري، وهنا بيقول لك بي يوز اي نوع. هي دي بس الابروف من الاف دي اي، لكن ممكن تستعمل اي نوع وانتل كومبليت ريزولف وزي كده. طيب السلكوكسيب معانا من الخيارات، بيقول لك اللودنج دوز 800 وبعد كده 400 مره في اليوم، وبعد كده 400 مرتين في اليوم لمده اسبوع سيرتن بيشنت لما يكون كونترا انديكيتد او مش قادر تستعمل دول. طبعا كل واحد فيه ميزه انت درستها في يعني في الاجزاء المنهج الاخرى، مثلا النابروكسين ده سيف بالنسبه للكارديو، اندوميسازين ده كويس جدا لكنه قاسي على المعده، وسيلندك اخف على المعده لكنه ممكن يكون مشاكل في الهارت.
وهكذا. يبقى هنا هو انت بتعالج الحاله الاكيوت اللي قدامك، محتاج ايه بقى؟ محتاج انتي انفلاماتوري رقم واحد، واخد بالك؟ اللي هم دول اداهم لك اهو، كولشيسين نان ستيرويدال اداهم لك في البدايه. طيب وكمان دخل على ايه؟ الاورال كورتيكوستيرويد، هي دي ليها اولويه، اللي هو البريدنيزون، بريدنيزون او بريدنيزولون، وقلنا الانتر ارتكيولار لما يكون ايه؟ لارج جوينت. خلاص؟ محتاج تفاصيل؟ لا مش محتاج تفاصيل، يكفي بس انك تعرف اورال كورتيكوستيرويد اللي هو الايه؟ البريدنيزون، واللارج جوينت هتستعمل الترايمسنولون، او حتى ممكن تدي حقنه في العضل العادي خالص اي ام، وتكمل بالاورال كورتيكوستيرويد، يعني زي لودنج كده بالحقن انجكشن، وبعدين تكمل بالايه؟ بالاورال يعني. وهنا الاوبشن اللي هو 2 1 اور 2 لارج جوينتس، هستعمل انتر توكر كورتيكوستيرويدز. خلاص؟ طيب استعملها قد ايه؟ بيقول لك من 7 ل 10 ايام، من 5 ل 10 ايام او من 7 ل 10 ايام. خلاص؟ طيب تاني كلاس معانا اللي هو يوريت لورنج ثيرابي. يوريت لورنج ثيرابي اللي هو الالوبيرينول والفيبوكسستات والروبنسيت، لو تتذكر كنا حاطينهم كده مع بعض، دول كده زنسين اوكسيديز، والاثنين دول كده اللي هم البروبانسيد والرازرتان والفينوفيبريت اللي هم ريكوزورك، واخر حاجه بيكلوتاكيز. يعني السلايد ديت فيها الثلاثه مع بعض اللي هم الثلاثه كلاس يوريت لورنج ثيرابي. زنسين اوكسيديز منه نوعين، الوبيرينول وفيبوكسستات. طيب مالهم؟ بيقول لك انت ابدا بالدوز 100 و50 لو الستيج 4 في الكدني، وجرادوال تيتريت، ترفع الجرعه تدريجي من اسبوعين من اسبوعين لخمس اسابيع، ده الانترفال اللي بترفع فيه الجرعه لحد ما توصل الماكسيمم دوز اللي هي 800 مللي جرام. خلاص؟ قلنا ايه؟ قلنا ان هو خلي بالك من الراش، وده الالوبيرينول. خلاص، ايه اللي بعده؟ في بوكس ستات في منه 40 و80، بتبدا بال 40 وانس ديلي، وتبدا ايه؟ ترفع تدريجي. خلي بالك انت هنا ايه؟ بتبدا تحت وبعدين تبدا ترفع شويه بشويه. خلاص؟ البروبنسيد اللي هو اللي ده قلنا الايه؟ غالي شويه، ماشي، وده رخيص. البروبنسيد اللي هو ستارتنج دوز 250 مرتين في اليوم وتزيد اسبوعيا، وده اليوروكوزوريك فيرست لاين. وهنا المعلومات المهمه اللي احنا عايزين نقول عليها، عايزين نقول ان احنا ايه؟ مش هينفع نستخدمه لو في هيستوري في يورلي فيزيس او كيدني فانكشن كريتين كليرانس اقل من 50 مللي برمنت، وعندك هنا البيز لاين اليورين يوريك اسيد، لازم تحلل في البدايه خالص اليورين يوريك اسيد عشان تشوف هيزيد ولا لا. لو لقيته بيزيد يبقى في اوفر برودكشن، يبقى في الحاله دي كمان كونترا انديكيشن. خلاص؟ وتنصح المريض تقول له انكريز فلويد انتيك اند الكلينيزيشن اوف يورين، يعني تستعمل حاجه بوتاسيوم ستريت تعمل الكلينيزيشن اوف يورين عشان مش عايزين حصوات تحصل. يبقى ادي المعلومات المهمه في النقطه ديت. بعد كده اللوزرتان والفينوفيبريت بيقول لك اوف ليبل وسكند لاين، اقلب الصفحه. اخر حاجه البيكلوتيكيز ده انجكشن والحقنه كل اسبوعين ونو دوز ادجستمنت، وده بيقول لك في الحاله السيفير وما تستعملش معاه اي نوع تاني، كلها ماست بي ديسكونتينيود، يعني لازم توقف كل الانواع قبل ما تدي انت هايبرسيميك، لازم كلها توقف قبل ما تدي صاحبنا دوت، لان واضح ان هو خطير البيكلوتيكيز ده. وبيقول لك كمان تعمل بريميديكيت بالانتي هيستامين والكورتيكوستيرويد قبل ما تدي له الحقنه. طيب خلصنا التريتمنت، نخش على الايه؟ اكيوت جوتي اتاك بروفيلاكسيس. بروفيلاكسيس هي الصفحه دي بس، اللي هم مين؟ الكولشيسين والنان ستيرويدال والايه؟ والاورال كورتيكوستيرويد. طبعا فيرست لاين فيرست اوبشن هو الكولشيسين. جرايته كام بقى في البروفيلاكسيس؟ 6 مللي جرام وانس اور توايس ديلي. خلاص؟ ادي الايه؟ ده الفيرست لاين. دي المعلومه اللي انا عايزها بس هنا، يبقى انا عرفت هناك جرعه التريتمنت، وهنا بعرف ايه الدوز بتاعت الايه؟ العلاج. طيب والنابروكسين، انت دلوقتي في بروفيلاكسيس امورك زي الفل، خلاص انزل بقى، انزل نابروكسين كنت بتدي له 250 ثلاث مرات، يبقى 250 مرتين. اندوميستازين كنت بتدي له 50 مرتين ولا ثلاثه، هنا ادي له 25 مرتين، انزل بالدوز يعني. خلاص؟ طيب واخر حاجه الاورال كورتيكوستيرويد بريدنيزون، انزل بقى اقل من 10 مللي جرام بير ايه؟ مللي جرام يعني ديلي. خلاص؟ دي اخر حاجه معانا. ناخد الايه؟ الكيسز. الكيسز اول ثلاثه كيسز مرتبطين ببعض، فهو بيحكي عن المريض بيقول ان هو مان 60 سنه وزنه 80 كيلو، وديت شوف بريزنتس ويز هيز ثيرد جوتي اتاك اوف هيز اوف ذا باست يير، دي ثالث مره يجي له اتاك. خلاص؟ لاست اتاك هي توك كولشيسين وحصل جود ريسبونس، الكلام ده من 10 ايام.
خلاص يعني اخر اتاك كانت من 10 ايام وخد كولشيسين وكان كويس جدا. بس خلي بالك من 10 ايام عشان احنا ايه عندنا معلومه بتقول ان الكولشيسين ايه لو استعمل في خلال الاسبوعين فاتوا ما ينفعش يستعمله. خلاص. وبعدين البين، دلوقتي عنده بين في الليفت ني وعنده في الثيرد والفورس في جوينت وبيوصف في ايده وعنده الالام. خلاص. والالم هو من 10 ساعات بدا، وهو مديله درجه كده بيقول لك ده 6 من 10. وامراضه التانيه بقى الكوموربيدس، عنده ديسليبيديميا ورينال فانكشن نورمال واليوريك اسيد كونسنتريشن 10. ده معانا بقى، ده من ضمن التحاليل بتاعنا بتاع الهايبرلوريسيميا. اليوريك اسيد عنده 10 وما عندوش طفاي. طب كويس. والاونلي ميديكيشن اللي هو ماشي عليها الانهيل تايتروبيوم اللي هو سبايريفا، ده عشان الايه سي او بي دي، والالبترول دول عشان السي او بي دي زي ما هو هنا قال، سيمفاستاتين عشان الديسليبيديميا. والسؤال الان، ويتش موست ابروبيت تريتمنت فور اكيوت جوتي اتاك. طب هو بيقول لي اكيوت جوتي اتاك واداني شويه معلومات وبيقول لي ايه انسب العلاجات، ان انا استخدم نابروكسين 750 لودنج دوز وبعدين 250 كل 8 ساعات. هي الجرعه دي شكلها صح كده من الكتاب. كوشيسين 1.2 وبعدين 6 بعد ساعه وبعدين كل 12، برضه الجرعه دي شكلها صح من الكتاب. انت ارتكولار تريمس نور انجكشن افكت جوينتس؟ لا 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 مش هينفع. هو قال لك لارج اور تو جوينت، هو اساسا بيقول لك الحاجات صغيره فمش هينفع، اللي هي الميتا بيقول لك هنا انترفالنجيال، انترفالنجيال فورث بروكسيمال انترفالنجيال يعني الصباع الرابع، فمش هينفع معانا لحقن يعني. خلاص. البريدنيزولون 40 ديلي بلس نابروكسين، ده توكسيك يعني سينرجيستك، اتنين مع بعض كده ده يعني خطيره على المعده. خلاص. يا يعني انا هستبعد الخيار ده تماما، وده كمان مستبعده قدامي واحد من الاتنين دول، يا ده يا ده. طيب انت الان عندك اكيوت جوتي اتاك ومحتاج واحد من الاتنين دول، مين اللي اولويه؟ طبعا الاولويه هو الكولشيسين، لكن مش هينفع استخدمه عشان استخدمه من 10 ايام، يبقى ما اصبحش الخيار واحد اللي هو نابروكسين 750 لودنج دوز او انيشال وبعدين 250 كل 8 ساعات. نشوف الاجابه، نشوف الاجابه. مظبوط، اجابه صحيحه. طيب نفس الحاله، انت الان عايز تستخدم يوريت لورنج ثيرابي موست بروبريت، موست ابروبريت، يعني مين احسن واحد تستخدمه في لورنج ثيرابي؟ اليوروكيزوريك اللي هو بروبانسيد شود بي ستارتد بات ابداه يعني، بس التريتمنت لازم اجله شويه بعد الاكيوت جوت اتاك هاز ريزولفت بعد ما تزول، ولا البروبنسيد ابدا دلوقتي ديورنج، يبقى دي خيار ليروكوزوريك ابداه دلوقتي ولا ابداه بعد الايه الريزولف، او الاورال البيرونول شود بي ستارتد و التريتمنت يا اما اجله يا اما دلوقتي. فطبعا هي ايه ما فيش ما يمنع ان انا ابدا دلوقتي، واخد بالك لان هي دي الاجابه الصحيحه. طبعا قدامي خيارين، بروبانسيد ولا الوبيرونول، مين لي الاولويه؟ ما هو في فيرست لاين وفي سكند لاين، فالفيرست لاين هو زنسين اوبسيديز ولا الوبيرونول، يبقى هو لي الاولويه الا اذا كان هناك موانع، لو في موانع يبقى مش هستعمله، هخش على البروبانسيد. ما فيش موانع يبقى الحمد لله هو الايه لي الاولويه. طيب دلوقتي السؤال، دلوقتي ولا بعدين؟ طب وليه ديلي؟ ده هو نقطه معلم عليها جدا جوه، قال لك ممكن كمان يعني تستخدمه مع الايه مع في بدايه الحاله، في بدايه الفلير او كلام زي كده. خلاص ماشي، مع المسكن البروفلاكسز يعني. يبقى ادي السؤال الثاني. السؤال الثالث المرتبط بيهم برضو، عايز انتي انفلاماتوري بروفلاكسز. خلاص. خلاص الامور الحمد لله اتاك ريزولفت هاز ريزولفت والامور ظبطت، محتاجين دلوقتي بروفلاكسز انتي انفلاماتوري. يلا اديني، اخد كولشيسين 6 من 10 مللي جرام وانس ديلي، ولا اخد بريدنيزون، ولا اخد كولشيسين وانس ديلي بلس نابروكسين، ولا اخد بيكلوتيكيز؟ طب البيكلوتيكيز ده مش معانا خالص في البروفلاكسز، فده نستبعده الاخير. كولشيسين بلس نابروكسين ده برضه ما فيش في الخيارات معانا حاجه زي كده في البروفلاكسز. معانا بقى كولشيسين وبريدنيزولون 10 مللي جرام، الاجابتين ينفعوا، ايهما اصح ولماذا؟ كولشيسين اورالي وانس ديلي دي كده الجرعه النموذجيه، وبريدنيزولون 10 مللي جرام ديلي. هل في ما يمنع ان انا امسي بالكولشيسين؟ لا ما فيش ما يمنع ان انا امشي بالكولشيسين لان دي جرعه البروفلاكسس. امال اللي كان ما يمنع ايه؟ انا ما قلتش اختار في الخيار الاول ليه؟ عشان قال لك انت عدت 36 ساعه. تمام؟ الاكيوت جوتي اتاك غير البروفلاكسس بعد الدنيا ما ظبطت الامور. خلاص؟ طيب. سؤال الرابع ده مستقل مش معاهم، بيقول لك ان الانيشال جول اوف يوريك اسيد كونسنتريشن ديوريشن انفلامتري بروفلاكسس بيشنت، يعني افضل تستمر على فتره قد ايه؟ تمام؟ لا ده مش هتستمر، ده استمر
ده جمع سؤالين مع بعض، كم التارجت وتستمر عليه قد ايه؟ التارجت دلوقتي هل يبقى ليس ذان 6 وتستمر عليه 6 شهور، ولا ليس ذان 6 وتستمر عليه 3 شهور بعد ما يحصل اتشيفنج للجول سيرام يوريت، واخد بالك، بحيث ان الاتليست يكون 6 شهور توتال، والخيار اللي بعد كده اقل من 5 وبرضه استمر على 6 شهور، اقل من 5 واستمر 3 شهور بعد الجول اتشيفد واتليست 6، يعني 5 ولا 6 دلوقتي؟ ده السؤال. الطبيعي كام يا جماعه؟ طبيعي 6، الا في حالات معينه استخدم 5. هل منصوص عليها هنا ان هو الحاله 5؟ قال لك لا، الحاله بقت كويسه جدا والدنيا ظبطت والدنيا يعني ايه، ما ذكرليش هنا في السؤال ما يوحي ان انا في طفاي او في ساين اند سيمتومز، فلازم ان انا اعمل ايه؟ انزل بال5، يبقى انا استخدم الاساسي اللي هو ال6. طيب قد ايه بقى؟ توتال 6 شهور وخلاص مفتوحه كده، ولا 3 شهور بعد الاتشيفنج للجولز وعلى الاقل يكون كده مر 6 شهور؟ دي اصح الخيارات اللي هي رقم بي. خلاص. طيب في اللي هنا وصلنا للنهايه، بنقول لكم ثانك يو فور يور اتنشن، ان شاء الله تكونوا استفدتوا، وان شاء الله يعني لو في اي اسئله احنا تحت امركم، وبالتوفيق وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.